فرحة حلوة مفيش كلام، لما تبقى من خلال مباراة كمان زي دي وبطولة زي دي وبقالك كتير ما بتكسبهاش وبعد مجهود وعرق وصبر كتير جدا، فبالتالي لازم هتفرح الفرحة الكبيرة قوي دي قوي قوي يعني. قبل بس ما استفيض في الحديث عن النادي الأهلي ومباراته امبارح وكل الظروف اللي مر بيها النادي الأهلي على مدار الفترات اللي فاتت بالتحديد، حابب بس أتكلم عن نادي الزمالك. وفي الحقيقة عايزين نقول لكل جماهير وهارد لك، عملتوا مباراة كبيرة. نادي الزمالك نادي محترم، جماهير محترمة، جهاز فني ولاعبين محترمين، لهم كل التقدير في الحقيقة، وبنقول لهم هارد لك. ماتش عملوا ماتش حلو بصراحة يعني، عناصر كمان عندهم عناصر مميزة جدا في فرقتهم. مباراة كانت فعلا فعلا قوية جدا امبارح ما بين الفرقتين لأول مرة من فترات بعيدة، او بالتحديد السنه دي كلها لاول مره يكون في تكافؤ ما بين الاهلي والزمالك. في عدد من السنين السابقه كان الزمالك بعيد قوي وكان الاهلي بيكسب وكان الامور طبيعيه، لكن السنه دي تحديدا الزمالك بصراحه في عزه وفرقه قويه جدا، فكل الاحترام والتقدير ليهم، وان شاء الله ما تكونش دي اخر يعني، او ما تكونش ده مش هيكون نهايه المطاف بالنسبه لكم، لسه في بطولات ثانيه ان شاء الله الاهلي برده اللي يكسبها، لكن احنا بنتكلم على ان عايزين نديهم بس جزء او نتكلم عنهم في حته ان هم كانوا عملوا مباراه كبيره يعني في الحقيقه. لكن الاهم في الاخر ان البطل بيكون مين؟ البطل كان النادي الاهلي.